احنا كمغاربه خصنا نفتخروا بهذا السيمبوزيوم يعني اللي كان هذا الملتقى اللي اظن بانه ماشي بالسهل. وهذا الشيء كما سبق وان ذكر السيد وزير الشباب والرياضه داخل في واحد خريطه الطريق ديال 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 السياسه ديال سيدنا الله ينصرو، واللي تحت يعني الباترونس ولا باترونس سا ماجيستي من ضمن هذا اللقاء. واظن بانه هذا الشيء ما دارش من الصدفه، هذا عمل كبير دار اول درته الجامعه ولا رصاص فوزي قجع يعني بالحكمه ديالو والحكامه ويعني والتخطيط المحكم يعني اللي اصبح عضو فعال في الاتحاد الافريقي، استطاع باش يعني يستضيف هذا الملتقى هنا في مدينه الرباط. وتظهر لي بانه اللي ممكن يستفاد منه هناك يعني واحد الخريطه الطريق اللي غادي توضع باش يمكن القاره الافريقيه ما نبقاوش دائما نتكلموا غير بالاحلام ونتكلموا غير بالرؤيات، ولكن خص اي رؤيه خصها تترجم الى حقيقه وترجم الى واقع. احنا طموحنا اكبر، احنا نتمنوا نضموا كاس افريقيا ان شاء الله الى تحديدات الكاميرون، لان احنا مستعدين، البنيه التحتيه اصبحت على واحد المستوى عالي، يعني الطريق السيار ثم شفتوا انتم موجود الحمد لله. المغرب يمكن يضاهي دول اوروبيه هي قريبه منا جارتنا، نفس الشيء بالنسبه يعني للتواصل او الحمد لله اعلاميا اصبحوا على مستوى عالي حاليا، يمكن الخبر كيخرج بسرعه البرق. فاظن بانه حتى العقليه تغيرت في المغرب، شفنا الكل اصبح يمارس عمله بواحد الطريقه احترافيه على واحد المستوى عالي. ولكن طموحنا كما قلت اكبر، الا كاس افريقيا ما هو الا بروفا باش يمكن نكونوا مرشحين اقوياء لتنظيم كاس العالم 2026 ان شاء الله. مفخر للمغرب انه ينظم مثل هذا السيمينار هذو، لانهم ما يمكن الا يعودوا على المغرب بالنفع. اظن بانه الجامعه الملكيه لكره القدم المتمثله في فوزي القجع في الرئاسه، لان صراحه منذ ان اصبح رئيس ديال الجامعه وحنا كنشوفوا انشطه وكنشوفوا اشياء كبيره واشياء جميله. اظن بانه المغرب الان في مجال ديال كره القدم غادي في السكه الصحيحه، وهذا ما يمكن لنا الا نشكروا رئيس الجامعه على هذه المجهودات اللي كيدير، ومازال منتظرين منه اكثر من هذا، لانه يعني مازال هناك ورشات عده مازال خصها الاصلاح. واظن هو حتى في النقاشات ديالو معنا كقدماء لاعبين او كمدربين يعني واعي بهذه المساله ومسطر لها برامج ديالها. فاظن بانه مثل هذا السيمينار الى تكرب الى كانوا بكثره على مدار السنه، اظن بانهم غادي يفيدوا جميع المكونات ديال كره القدم.